أكثر من 1000 شكوى تلقتها غرفة عمليات نادي القضاء خلال المرحلة الأولى من الانتخابات. هذا ما أعلنه المستشار أحمد الزند خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للتعليق على المرحلة الأولى من الانتخابات ومناقشة ما واجهه القضاء من مشكلات. حصل احتكاكات من بعض الجماهير غير الواعية بكثير من السادة الزملاء في خضم هذه التجاوزات، لم يصرنا سوى 5 بلاغات من شدة التجاوز وقسوته، ما قدروش اصحابهم انهم يعفوا او يتنازلوا. وكان للزند ملاحظة على الاستعانة ببعض الاداريين في اللجان. ياريت بقى في المرحلتين التانية والتالتة بلاش يتم الاستعانة بموظفين او باداريين من نفس الاماكن التي تجرى فيها الانتخابات، لانه بعضهم كان يحمل توكيلا عن مرشح معين. كشف بعض القضاة عن حالات التعدي التي تعرضوا لها خلال عملهم في اللجان الانتخابية. فوجئنا في الساعة 8 تقريبا بجموع من الجماهير، زي ما قلنا في كل القنوات احنا مش هنقدر نسميهم ناخبين لان دول مش ناخبين ابدا، تخبيط بالطوب على بيبان المدرسة وترزيع، وفجأة كسروا باب المدرسة الخارجي الكبير ودخلوا بأعداد غفيرة جدا جوه المدرسة. وطبعا تفادين الموقف عشان ما حدش يعتدي علينا او ما يحصلش اي مشكلة، طلعنا فوق سطح المدرسة احنا الست قضاة واستنجدنا بقى، كلمنا السيد رئيس نادي القضاء المعلم شار، واحنا مصورين الكلام ده فيديو منزلينه على اليوتيوب. ايوه احنا محتجزين، اهو الناس دخلت المدرسه. وإدارة الساحل كانت بتضم الفردي والقوائم مع بعض، وكانت الدائرة دي كانت بتحمل في جعبتها 2760 صندوق، وكان المقر الانتخابي بتاعها في حوش فناء مدرسة. يعني فجوة أمنية بسيطة أدت إلى دخول أشخاص كتير جدا إلى اللجنة العامة، أصبحت من الصعوبة بمكان استحالة أن أي حد من السادة القضاة يفتح الصناديق بتاعته أو يفرز في هذا الجو. قد يكون هناك بعض المشكلات التي حدثت في المرحلة الأولى، إلا أن الجميع سيحاول أن يتفاداها خلال المراحل القادمة. شيماء زهدي، CBC.